دورنا في الوقفة مع أخونا محمد بسبب وفاة الرابعة صغيرة، الإهمال باطوار هذه تاع الجديد هذا اللي عم داير المذبح تاع الأرواح تاع الأطفال يخدموا الخدمة بمليون ويزيدوا بمليون ويزيدوا بالذهب وبالمعرفة والزوالي ليه ربي. وأنا جينا وقفنا اليوم دايرين وقفة تضامنية مع أخونا، قال لك مدير الصحارة عند الوالي في الاجتماع. مجاكم حتى مجاكم حتى مسؤول مجاكم حتى مسؤول ما بقينا حتى مسؤول. المسؤول الأول اللي نتسبب هذا الكوارث وهذا الفساد هو مدير الصحة ومدير الطفل والأم. دايرين وقفة وهذا نظرا اللي عدوه تم انتظارها مدة 3 أيام وهي بتألم المرض لكن بدون جد، لذلك نطالب بالتحقيق من العدالة والنظر والتحقيق في هذه الأهمية. المشكلة هنا في السبيطار هذا تاع الام والطفل، قلت له لي انايا قلت له لي وليدي قلت له لي ما حبوش يشدوه، جبت الورقه وقال له روح ارجع ويحوسوا على الدراهم هنا يحوسوا على الرشوه من قبل يديروا لنا هنايا سبيطار، قال هاو باين تاع دراهم. قلت له لي وليدي وقلت ونهارها واحد ثاني واحد يقول له بالاحرش، قلت له ثاني بنته ودفنهم مع بعضهم، نهارها دفنهم مع بعضهم زوج قلت لهم. الوزير أنا نوكل عليهم ربي وإن شاء الله ينصر ربي ينصر الحق وخلاص، هذه اللي نقول. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.